بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الثاني للزمول، وهذا هو رابع اشواط هذه الفتره المسائيه، الرابع في ترتيب المجموع وهو الثاني للزمول. انطلق هذا الشوط بعون من الله سبحانه وتعالى، ثم بمتابعه وحرص اخواني العاملين في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، بمتابعه ورئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني واخوانه واعوانه المنظمين في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن. ايها الاعزاء، مقدمه الشوط، المركز الاول لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني اللي احتل المركز الاول واسمه بارود. اذا هذا هو واحد من الاثنين، يا بارود يا بديع، على مقدمه الشوط، او حامل الرقم 16 بارود بالفعل لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني المضمر علي بن جرحب المري. المركز الثاني مبعد، وتعود الملكيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم المضمر عبيد بن شينار مضمر خير الفائزه قبل قليل. ننتقل الى المركز الثالث، ومن يحتل ثالث المراكز هنا هتاش لسعاده الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن احمد الاحمد ال ثاني المضمر راشد بن محمد بن سلعان المري. وننتقل الى المركز الرابع، طويق على رابع المراكز لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود والمضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. ننتقل الى المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء مدرك لسعاده الشيخ خليفه بن محمد بن خليفه ال ثاني المضمر الويهي بن عبد الله الوهيبي. هذا هو نداءنا للخمسه المراكز المتقدمه الاولى، واعود نعود الى مقدمه الشوط والى بارود، الى بارود اللي يرقص على ارضيه الميدان. يا سلام بارود لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني المضمر علي بن حمد بن جرحب المري. ولكن الملاحقه يا بن جرحب، الملاحقه من مبعد، مبعد ايها الاعزاء يقترب ويتسلل ويقترب اقتراب كلي، وايضا عين مبعد على مقدمه الشوط. الملكيه تعود لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم المضمر عبيد بن شينان. وننتقل الى ثالث المراكز هتاش، تعود ملكيه هتاش لسعاده الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن احمد ال احمد ال ثاني. واللي يليه على رابع المراكز هذا هو طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود المضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. وننتقل الى خامس المراكز لنرى من يتقدم الفارس لسعاده الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز ال ثاني المضمر حمد بن محمد الدهن. هذا هو نداءنا، شوف مبعد مشاهدينا الاعزاء، مبعد مبعد صاحب اشواط رئيسيه في العام الماضي، مبعد من الاسماء القويه التي عرفها الجماهير، التي عرفناها كملاك الهجن، مبعد من خيره الزمول التي شاركت في ميادين السباقات. ها هو يتسلل مشاهدينا الاعزاء، يتقدم الى الامام بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم، ومن المرشحين الاقوياء لهذا الشوط، من المرشحين الاقوياء والاكفاء لهذا الشوط. مبعد مشاهدينا الاعزاء، مبعد مبعد، وانتظروا مبعد، انتظروا مبعد في الكيلو الاخير، من اخذ يتقدم ويتسلل بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، وبمتابعه وتضمير عبيد بن شينان المري. المركز الثاني اللي من الجانب الاخر بارود لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني المضمر علي بن حمد بن جرحب المري. واللي على المركز الثالث اللي يتقدم هتاش لسعاده الشيخ جاسم بن عبد الرحمن ال ثاني المضمر هتاش راشد بن محمد بن سلعان. ورابع المراكز طويق، طويق يا طويق على رابع المراكز لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود المضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. يا سلام على رابع المراكز، الله يذكر شوده بالخير يا عبد الرحمن، الله يذكرها بالخير، ذكرتنا الاشواط المفتوحه شوده وذكرنا اسم عبد الرحمن العتيبي. نعود الى خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء، هذا هو مدرك لسعاده الشيخ خليفه بن محمد بن خليفه ال ثاني مضمر الويهي بن عبد الله الوهيبي. ونعود الى مبعد، يا سلام يا مبعد، 1500 متر، 1500 متر، واخذ يرقص مبعد، اخذ يستعرض عضلاته مبعد مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط. اذا مبعد اخذ يبتعد،
أخذ مبعد يبتعد مشاهدينا الأعزاء عن هذا. إذن مشاهدينا الأعزاء مبعد أخذ يبتعد عن المنافسين، مبعد أخذ يبتعد عن الزمول. يا سلام، مبعد ومحاط بخطورة، محاط بهتاش وطويق. هتاش أخذ يقرب المسافة ويلاحق المبعد ال 1200 متر يا بن شينان، 1200 متر. إذا مشاهدينا الأعزاء مبعد مبعد مبعد، ولكن طويق طويق ومبعد، واللحظات الأخيرة، الكيلو الأخير يفتتحه مبعد، يقص شريط الكيلو الأخير، يقص شريط الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء مبعد، ولكن طويق مبعد. اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. وهتاش هتاش على ثالث المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن ال ثاني، المركز الرابع بارود لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة ال ثاني. ولكن مبعد مبعد مشاهدينا الاعزاء، يا سلام يا سلام يا سلام، السبوق اللي لها ماضي تعجبك والعاد ماضيها. هذا هو مبعد مشاهدينا الاعزاء، هذا هو مبعد، صاحب اشواط رئيسيه، صاحب اشواط رنانه، صاحب مستوى ممتاز من العام الماضي. انطلق مبعد وابتعد مبعد مشاهدينا الاعزاء، هذا ما وعدتكم به مشاهدينا الاعزاء. يوم قلت انتظروا مبعد، هذا هو مبعد، هذا هو مبعد اللي حذرت المشاركين من مبعد، وحذرت المتنافسين من مبعد، هذا هو مبعد مشاهدينا الاعزاء. وكان ترشيح مبطن، كان ترشيح مبطن لمبعد صاحب هذا الشوط. إذن النقطة الثانية بعد فوز خيرة في هذا المساء تتجه إلى زعبيل، وبالتحديد إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوب مع عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. يا سلام، هذا هو مبعد، تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوب على هذا الفوز المستحق في هذا المساء، وتهانينا أيضا المضمر عبيد بن شينان. المركز الثاني طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. المركز الثالث هتاش لسعاده الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن احمد ال احمد ال ثاني. المركز الرابع بارود لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني. المركز الخامس، المركز الخامس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المساء. أيها الأعزاء، هذا هو مبعد يقطع مسافة هذا الشوط في 8 دقائق 25 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وكذلك التهاني موصولة لمضمر خيرة ومضمر مبعد عبيد بن شينان المري. المركز الثاني اللي وصل في ثاني مراكز طويق قاطع المسافة في 8 دقائق 29 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وتهانينا لعبد الرحمن بن سلمان العتيبي. المركز الثالث، المركز الثالث هتاش وقطع المسافة في 8 دقائق 30 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك هتاش سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن أحمد الأحمد الثاني، وتهانينا لراشد بن محمد بن سلعان مشاهدينا.